بقى عندنا هجيتا رقم 2 يا جماعة، سيد عطية حارس الزمالك هجيتا رقم 2 يوجد في مصر الآن، وده الخبر الأول معانا. وهنتكلم على الحركة اللطيفة جدا اللي عملها سيد عطية النهاردة في مران الزمالك، والخبر الثاني معانا، وهنقول عن كابتن رضا عبد العال والكلام اللي قاله على كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وإنه مش موافق عليه أصلا، وأيضا الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والموضوع الأخير معانا وهو آخر تفصيلة وصلها أو آخر حل وصله النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وده اللي هنتكلم في كل تفاصيله في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جات في العرضه. في البدايه كده، لو انت مش مشترك في القناه واول مره تشوفني، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه في فيديوهات صغيره وسريعا كده. عايز كل الناس اللي عندي على القناه تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس اللي عندي على الشانل. وتعالوا كده نروح نشوف كابتن هجيتا الجديد. هجيتا يا جماعه ده حارس مرمى كان يلقب بالحارس المجنون بالبلدي كده، لانه طبعا كان بيستغل الكرات اللي هو بيعرف يعمل فيها حركات غريبه وحركات كده، يعني اي حد يشوفها يستغربها على الاطلاق، ان انت ازاي تخاطر في حاجه زي كده. ولكن في كان في المباريات بيعملها الحركه اللي انتوا طبعا شفتوها في الصوره المصغره بتاعه الفيديو. القصه يا جماعه باختصار كده، ان حارس الزمالك النهارده سيد عطيه ده حارس مواليد 2001، اصلا ده كان في فريق الناشئين، فخلاص بداوا انهم صعدوا للفريق الاول. الحارس ده عمل نفس الحركه دي بالظبط، اكيد طبعا شفتوا الصوره في الصوره المصغره. الحارس ده يا جماعه ابهر الجميع النهارده، وخلى كل الناس تتكلم عنه، كل البيجات الكبيره تتكلم عنه، كل الاعلاميين يتكلموا عنه، المواقع تتكلم عنه، لانه عمل حركه بصراحه تكاد تكون ما اتعملتش غير من شخص واحد بس او شخصين يعني في تاريخ كره القدم كله بشكل عام. انت عارف يعني ايه مثلا تبقى في هجمه شغاله او كره تيجي عليك وانت حارس المرمى، يعني الكره لو عدتك خلاص اصبحت هدف للخصم اللي بيلعب قصادك، وتعمل حركه مثلا زي دي. فالنهارده سيد عطيه يا جماعه نتمنى انه يكون من الحراس اللي هيمسكوا اسم مصر فيما بعد، نتمنى انه يكون حارس فعلا قوي او حارس فعلا عنده اكسبيرينس عاليه جدا، حارس يقدر مثلا يعني يسعدنا جدا 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 لما يكون هو الوحيد على مستوى العالم تاني واحد يعمل الحركه دي بعد هجيتا طبعا، او يكون هو مثلا ثالث واحد او الكلام ده كله. فدي حاجه طبعا تسعدنا ان احنا عندنا كوادر جميله جدا، من الكوادر عندنا بيج رامي، عندنا محمد صلاح، عندنا سيد عطيه ده اللي عمل الحركه الثانيه برضو. بقول لك يعني حاجه كانت جميله جدا بصراحه، وانا شخصيا من الناس اللي بقول ربنا يوفقه ان شاء الله، ويكون عند حسن ظننا ان شاء الله، ويكون عندنا في مصر حراس اكتر واكتر من كده. اكتب رايك في تعليق وقول لي تحب تقول له ايه، وتعالوا كده سريعا نروح نشوف كابتن رضا عبد العال وقصه رضا عبد العال. يا عم رضا عبد العال قال لك يا جنوب افريقيا بيتسو موسيماني مش عايزينك، امشي، انت عملت ايه للنادي الاهلي؟ ده اول رد من كابتن رضا عبد العال. كانوا مستضيفينه في مداخله هاتفيه على جريده الوطن، وكان بيتكلم معاه على السوشيال ميديا طبعا، فكان بيتكلم عن الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني، وايضا كان بيتكلم عن كابتن حسين لبيب، بيقول حسين لبيب وموسيماني امشوا، احنا مش عايزينكم، امشوا، فيعني وجودكم زي عدمكم بالبلدي كده. وتقدروا تدخلوا وتشوفوا الفيديو كامل على جريده الوطن. فالموضوع باختصار كده، ان كابتن رضا عبد العال بيقول للجنوب الافريقي بيتسو موسيماني، انت جيت النادي الاهلي كنا واخدين دوري ابطال افريقيا قبل كده، فانت ما ضفت لناش حاجه جديده عشان نقول عملت كاس العالم للانديه، احنا كنا رحنا كاس العالم للانديه كذا مره من غيرك، فالطبيعي ان انت ما ضفتش اي حاجه. انت جيت اصلا كان الاهلي واخد الدوري وكان رايح على دوري ابطال افريقيا، والعناصر ساعدتك والعناصر كانت هي الاساسيه معاك. كلام كتير جدا كان بيقوله كابتن رضا عبد العال النهارده، بصراحه اثار الجدل حرفيا، لانه طبعا يعني شايف ان الجنوب افريقيا بيتسو موسيماني حد على قده خالص على الاطلاق، على عكس ناس ثانيه شايفاه انه حاجه كبيره جدا. كابتن حسين لبيب في حين انه محقق حاجات كويسه جدا مع نادي الزمالك، وانا شايف كده بكل هدوء وبكل حب بصراحه، الراجل عرف يعمل حاجات كتير جدا تكاد تكون ان في ناس يعني كان موضوع صعب عليها انها تعملها، فحاجات كتير جدا هو كده مش مقتنع بيها على الاطلاق. ولكن دي كانت المداخله الهاتفيه بتاعه كابتن رضا عبد العال على جريده الوطن. وتعالوا كده نشوف اخر ديتيلز او اخر تفاصيل الموضوع بتاع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني والنادي الاهلي الريسي على ايه. خلاص كده طبعا الموقف اللي حصل شرحناه اكتر من مره واتكلمنا فيه في اكتر من فيديو، ولكن انا هلخص لكم الامور كلها في جزئيتين او يعني كام كلمه بالبلدي كده ونخلص الموضوع. اللي حصل دلوقتي اني امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي النهارده اتكلم مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وقال له احنا خلاص كده ولا هنرفع الراتب بتاعك ولا هنجدد لك العقد بتاعك، لان طبعا مش هنجدد العقد لان انت بتتكلم في شرط جزائي احنا اصلا معترضين عليه تماما، ما فيش حد موافق خالص على الاطلاق، فالطبيعي ان انا مش هقدر ان انا اوفر لك الشرط الجزائي ده، وهو ان انت عايز شرط جزائي سنه كامله، فالموضوع هيكون صعب عليا مش هقدر احققه لك، فخلاص تعالى بقى احنا ايه
هو بالمناسبه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ما طلبش تمديد العقد بتاعه عشان يكون واضح اكتر في كلامي. الراجل قال له خلاص ماشي، يبقى احنا كده هنكمل، انت العقد بتاعك هينتهي في 2021 2022، خلاص هنخلص العقد بتاعك ويبقى انت كده ايه تتكل على الله واحنا مرضيين وانت مرضي ومش هنزود الراتب بتاعك وزي الفل. دي اخر الديتيلز بتاعه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. اي كلام تاني تسمعه بعيد عن اللي انا قلته ده هتعرف بقيمه الكلام اللي انا بقوله ده بعدين. يعني انت لو سمعت كلام تاني يناقض الكلام ده اعرف ان الكلام ده كله اعرف ان يا سيدي انا هتاخد عني فكره ان انا بتكلم وخلاص مفيش مشكله، بس هتعرف ان كلامي صح بعد كده. تمام، صدقت كلامي هو ده الكلام الصح اللي هتعرفه دلوقتي واللي هتعرفه بعد كده. ده كان الفيديو باختصار. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وما تنساش تعمل لايك للفيديو.